هذا ما حذرنا منه وناشدنا وحكينا وصيحنا وقلنا راح تنفتح السد وبحاض وبخت كل من تسولت الى ايد فتحها. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ماء نهر العز كله راح نهر الفرات وراح يروح للبحر. ديش هاي المويه اللي فايده العالم، ماي نظيف في سمكه وفي طيره. لا حول الله، وين الشرفاء؟ تجي تشوف جاي يصير محافظتهم، محافظه البصره، شوف شلون جاي تهدم السده، ايش راح يصير بيها اذا هدمت هاي؟ شنو اللي يكضه بعد هذا؟ ما يكضه شيء.